Hallelujah. Okay. بالفعل إلهنا حي وحاضر. آمين. ذكرني بشغلة إنه بالاضطهاد. هو كم واحد مضطهد بكم؟ خلياني أبوع. ومرات يرفعوني ذي. تعرفون شغلة واحدة بالأردن. اللي يعرفني بالأردن من الأردن هو يعرفوني هنا قاعدين. واحدة من الشغلات اللي صارت بالكنيسة أول ما فتحت الكنيسة بالأردن، طبعا فتحنا كنيسة ببغداد، وكان شعار على قلبي أنه يسوع هو الطريق والحق والحياة. وعلى هذا المحبس هم أكو موجود كاتبة، يعني هذا كرازي، مو عبالكم ذهب وثقيل، مو ذهب، بس هو محبس كرازي ببطنة، نفس الشعار كاتبة يسوع هو الطريق والحق والحياة. وإذا تقرون بالسيارة مع الكنيسة من تفوت بالشارع هم كاتب يسوع هو الطريق والحق والحياة. هاي كانت على قلبي، فأني وافتح الكنيسة قلت لازم أكتب يسوع هو الطريق والحق والحياة. سويت لافتة بالأردن، أكبر لافتة بالكنائس الإنجيلية. كنائس الإنجيلية كانوا يكتبون لافتات صغار، كنيسة الناصر مثلا، كنيسة غرب عمان، صغار بس بالاسم. بس أنا جاي عراقي فكتبت آية، يمكن بيها 6 أمتار 7 أمتار عالية هالشكل، وعلقتها على البناية وغطيتها. بس من كتبتها يسوع هو الطريق والحق والحياة، والطريق كان بيه سيارات يعني يروحون ويجون، كورنر كنيسة كورنر الكل تقراها. فأغلب الناس الجوي قالوا لي قسيس راح لو يذبحوك لو يقتلوك. فقاموا ايش تجيني رسائل رعب او المخابرات تجي تشيلك، بس تشيل القطعة هاي، يعني بس تشيل الوصلة، تحط وصلة قبل افتتاح الكنيسة، بس شلتها انت ايش راح يصير عندك، راح يصير عندك مشاكل. قلت يعني مشاكل هي بغاية خلصانة. بالفعل افتتحنا الكنيسة ولحد الآن موجودة هاي القطعة، ويا اللي يفوت يقرأ يسوع هو الطريق والحق والحياة. طبعا حرقوا الكنيسة، كسروها يمكن 6-7 مرات، كل طابو هالشكل يضربونا بالاجتماعات، كانوا هواي يضربونا بالطوابيك. بس ما عدا الزبل، يعني وين ماكو زبل يجون يشمرون بالكنيسة زبل. زبل تعرفون شنو؟ مو زبد، زبل. أكو فرق بين الزبد وبين الزبل. فكنا يعني ماشيين بالشغلة. إلى الأخواننا الأحباء دعونا يمهم ودعبلونا، بس الفكرة الرب اعطانا نعمة بالفعل إنه أنت من تشيل صليبك وتمشي في وسط إسلامي. ما أحكي لك هنا بأمريكا، هنا بأمريكا يدق لك صليب ويعلق لك صليب ويمشي بالشارع، وبخير امشي يم الاشتراقوة خلي يشوفون هناك. إذا مرات هواية تعرفوا ايش يسوي الناس. كان عندي صديق وياي أحكيكم إياه إن شاء الله ولا أخرتكم، بس على ما ندخل أقولكم شنو الفكرة. تعرفت عليه بالكلية وأنا أدرس دراسات عليا بالإنجليزي، يعني بالعربي، قضيت الكلية عربي. فهو كان قاعد بصفي أشكول شروقي، يعني ما حد يشوفه يقول هذا مسيحي أبد. فقلت له يعني أشكولك مو مال مسيحي؟ قال لا، تعرف شو سويت أنا ببغداد؟ قلت له سويت. قال شو عندي بسطية ببغداد جديدة. قول إلى أن سافرت ما حد ما عرف بي أنا مسيحي. وجو أصدقائي مال من بغداد جديدة دخلوا بيتنا وإحنا نحاول، كان عندي صورة مال مريمانة، هيك حتى واحد شيء قول صورة مال مريمانة معلقة بالحائط. قالوا لها شنو صورة مال مريمانة؟ قال شكو بيها، مو إحنا نؤمن بالمريمانة. قال إيه صار هي مذكورة بالقرآن. يقول هم عبرت عليهم، هم عبالهم أنا مسلم. بالفعل أكو أشخاص يرعبون يخافون، مثلا يقولون إحنا مسيحيين. مرات يخلي الأب يخلي اسم أولاده أسماء إسلامية، حتى أقول ليش خلت؟ يقول لا معمود لا يعيروهم بالمدرسة، عمود لا يعرفون بهم مسيحيين. لكن الرب أمين وعادل، وبالفعل كنيسة الرب محتاجة أنه أنتوا تشتغلون ويا الناس اللي عافوا الكنائس. قد عافوا إحنا، شوف الفراغات هذه، هو عبالة إحنا هو العدد ما لا أكثر راح.
بس احنا نشكر الله احنا هم 60% ان شاء الله ونطفروا. بس الفكرة انه الرب يعطي نعمة باسم يسوع ويخلي الثمرة الصغيرة هذه تجيب نفوس كثيرة لمجد المسيح. امين. وبالفعل هو يعني على قلب انه احنا نروح هناك نحكي وياه لانه ما حاسين بالمرارة اللي احنا حاسيها واللي كنا نحسها. كهرباء ماكو، مي ماكو، بق من هذا اللي يرفع اللحاف ويعضك يعني ما بيه مجال. فهواي شغلات كنا نعيشها هم ما مارين بيها لحد الآن. فبالفعل احنا بالنعمة صح؟ والنعمة اللي موجودين بيها صلوا من أجل أرض أمريكا أن تكون أرض مباركة دائما. أمين. خلونا نوقف احنا نتقدم إلى مائدة الرب بهذا الوقت. صلي من كل قلبك وانت تتقدم بكل ثقة أنه الرب أعطاك هاي النعمة أنه تكون أنت موجود بهذا المكان فرحان لابس مرتاح. كل الأمور اللي أنت تعيشها هي من نعمة يسوع على حياتك. وانت تتقدم إلى مائدة الرب من كل قلبك صلي قل للرب أنا واقف لكي أختم هذا الخط بأني أخبر الآخرين بموتك وقيامتك. كل قلبك قل له يا رب اجعلني كارزا لاسمك. وهي تقريبا 3 رسائل من الرب هاي لحدات انه بتخبر. شوف الروح القدس من يتكلم، يتكلم بسياق واحد، سياق واحد. اخ سنان اللي تكلم به بالقيادة والوعظة اللي فاتت والوعظة ما اليوم بدون أي ترتيب، لكن كان ترتيب من الروح القدس أنه الرب يريد شعبه أن يصحى، يريد من شعبه أنه ترجع المحبة الأولى اللي كانت موجودة في قلبه. لا تبرد المحبة لأولاد الرب، ولو الكتاب يقول تبرد محبة كثيرين، بالفعل محبة كثيرين بردت وراحت، وحتى اللي يجون بالكنيسة محبتهم فاترة ليسوع المسيح. حمي قلبك قل له للرب قل له بالروح القدس حميني لكي أكون بالفعل مثمر في الخدمة في الالتزام في النعمة اللي أنت معطيني إياها بهذه الأيام. مبارك اسم يسوع وإلى الأبد رحمته. خلونا نصلي ونطلب بركة الرب على المائدة وإحنا نتقدم بهذا الوقت. صلي من كل قلبك قل له يا رب اجعلني مستحق أن أتقدم إلى مائدتك بفرح وسلام وطمأنينة. يا رب تبارك هذه المائدة وتجعلها يا رب سبب بركة لحياتي ولحياة كثيرين لإسمك نعطي مجدا. أخ سيف ممكن تجي لي قدام. أبو فلوريد، أبو سيف أركان. محبة الله سما ما قاسها عقل الكبار فوق النجوم ونزلت تحت البحار. صلي من كل قلبك قل له للرب بالفعل أنا أتقدم إلى مائدة الرب أكون مستحقا للمائدة مؤمنا بعمل المسيح. تجعلني يا رب أمينا أن أكون خادم أمين لمجدك وامتداد ملكوتك. أمين. إذ أذنب كل البشر أتاهم الرحيم فلهم شرهم بدمه الكريم
صلي من كل قلبك، قل للرب أشكرك من أجل الثمن الغالي المسفوك على الصليب من أجلي. أعطيتني حياة، جعلتني أن أقف أمامك، جعلتني مدعوا لعشاء الخروف. مبارك اسمك. كل قلبك صلي، قل له يا رب أنت قلت هذا هو جسدي وهذا هو دمي. أنت قلت يا رب وأعطيت لتلاميذك أن يأكلوا، وها كنيستك يا رب واقفة أمامك تعلن اتحادها مع شخصك بالخبز والكأس. تجعل يا رب هذه المائدة وهذه الفريضة سبب بركة لحياتنا، سبب انطلاقة جديدة لامتداد ملكوتك. إلهي القدوس، تقول كلمة الله في الليلة التي أسلم فيها يسوع أخذ خبزا شكر وكسر وقال خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. كذلك الكأس بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اشربوا كلكم منها. مبارك اسم يسوع وإلى الأبد رحمته. نسبح إلهنا ونجمع عطايانا وعشورنا للرب يسوع المسيح بهذا الوقت. Thank you.
هللويا، مبارك اسم يسوع. رب يعطي نعمة وبركة لكم وتكونون بالفعل تسمعون الكلمة